بناء على توجيهات وزارة الداخلية وقيادة شرطة مدينة إدلب وبالتنسيق مع مجلس محافظة إدلب، نقوم في فرع المرور بإغلاق كافة الأسواق المؤدية إلى داخل المدينة وتخفيفا للازدحام الحاصل داخل المدينة في آخر أيام من شهر رمضان المبارك، وكما نقوم بإغلاق الأسواق حفاظا على أمن وسلامة أهلنا في الأسواق الشعبية من أي خروقات أمنية، وكما قمنا بمنح بعض الأذون لبعض السيارات التي استوجب دخولها إلى داخل الأسواق الشعبية، وذلك بناء على أخذ معلومات شخصية من السائقين ومن أصحاب المحلات، وقد قمنا بترك مدخل ومخرج للأسواق، مدخل من جهة السيرياتير ومخرج من جهة الصليبي تخفيفا للازدحام. تسكير الطرقات من قبل الشرطة والأمن مدينة إدلب هي شغلة منيحة لأكثر من سبب. السبب الأول هو أنه صارت المدنيين تمشي بأريحية، قبل كانت مدورات وعجقة سيارات، فهذا الشيء بسهل من حركة المرور للناس اللي عم نازل تتسوق، خصوصا بأيام الأعياد. هلأ بيكون الإقبال على السوق شغل كبير، أنه الأطفال النساء صار في أريحية أكثر. بصراحة مع الفكرة إغلاق الطرقات قلباً وقالباً ثلاث أسباب. أول سبب أمنياً، مركز مدينة بالعياد والضغط بتكثر استهدافات وتفجيرات، فالحمد لله الله يحمي العالم سكر المرزبة تمام. السبب الثاني زاد فرص عمل، ناس تشتغل أكثر بهالموسم. ثالث فرصة أنه بتخف العجقة شوي بالسيارات، فبالتالي في سهولة حركة للنسوان وللعوائل الموجودة تشتري أكثر، وخاصة انه العيد سوق للنسوان اكثر شيء من الرجال.